رحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في متابعين صفحة سباك شاطر. طبعا الشاطر هو اللي يكسب الدنيا والآخرة، مش اللي يكسب الدنيا بس. والله لك الحمد، احنا بنعمل فيديوهاتنا ديت علشان مش عايزين نكسب فلوس، لا، احنا بنعمل فيديوهاتنا ديت عشان ربنا يجعلنا مكسبي، ان ربنا يجعلني سبب في فتح بيوت أرزاق، سبب ان الناس تانية تاخد أرزاق في نفس مجال السباكه كصنايعيه او مهندسين او مقاولين او الكلام ده. ربنا يجعلني اكون سبب ليهم ان هو يستفيد بمعلومه مني او ياخد تركه كده ناقصاه او الكلام دوت. ده انا عايز من ربنا سبحانه وتعالى كده، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، انما تعلمكم وجه الله، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا. احنا مش عايزين الا دعوه صالحه من رجل صالح يتعلم معلومه صغيره، مش اكتر من كده. النهارده بقى احنا بنتكلم عن حاجه، يعني انا عايز اقول ممتازه جدا، حاجة فوق قمة الروعة والوصف والخيال. ليه يا أستاذ محمد؟ أنت يعني أنت جبت حاجة، جبت في القرد من ديله زي ما بيقولوا، ولا مش عارف يقولها إزاي. طيب ده حضرتك هنا، ده شيك بلف بوابة أو مانع ارتداد زي ما بيقولوا. طبعًا ابتكار من الشركة المصرية الألمانية إيجيك إن هي توجده لنا في مصر، ما نحتاجش إن إحنا نجيبه من شركات تانية مستوردة أو الكلام ده، يبقى منتج محلي معانا وحاجة ألماني خامة محترمة جدًا. شيك بلف بوابة أو مانع ارتداد من سمارت هوم المصرية الألمانية إيجيك، حاجة ممتازة فوق قمة الوصف والخيال، ومتصنع لعلمك مش هتلاقي حد صنعه بالطريقة دي وبالشكل دوت. مميزاته كل الشركات مصنعاه، البوابة من جوه هنا، البوابة دي في سمارت في إيجيك من الستانلس ستيل 304، مقاوم للصدى، ما بيصديش نهائي، القوارض ما تاخدش فيه. الشركات التانية بتصنعه مادة البولي بروبلي، مادة البي في سي او مادة بلاستيك او القصة دي كلها، مزود باربع جوانات مطاطي من جوه علشان يديك احكام للغلق 100%. طيب ايه فايدته؟ لو احنا عرفنا الشركة اللي مصنعاه، طب تمنه كام؟ تمنه 500 جنيه، يعني مش فلوس ان انا احمي بيتي واحمي نفسي من اللي هقوله دلوقتي، مش فلوس بالنسبة لي. وظيفته معايا ايه؟ وظيفة الشيك بلف في البوابة او منع الارتداد، بص كده حضرتك هنا باين هنا كده يا هوبا، شايف البوابة دي كده حضرتك؟ البوابة دي مسؤولة عن لو انت حضرتك مسافر او مش موجود او في مطعم. احنا النهاردة صاحب المناسبة شغالين في مطعم كبابجي المنوفي، مطعم كبير جدا ومشهور جدا جدا، وناس محترمة بتعمل احلى كفاءة واحلى كويت ليه بالذات في الصرف الصحي، لان الصرف اسمه صرف صحي. فدلوقتي الناس دي عملت، قال لك اعمل الصح، ما تعملش اكتر من الصح، اللي هو كبابجي المنوفي، ناس يعني فوق قمه الوصف والخيال، عشان يدي كل واحد حقه. طيب الشيك بلف هو دوت هيفيد، هنتكلم ان هو هيفيد المطبخ هنا في ايه وبيفيد الناس بره في ايه. انا عندي ده مطبخ واصل على الصرف العمومي من بره، وارد بيكون فيه حشرات، قوارض، فيران، اي حاجه تبقى ماشيه في الصرف الصحي الخارجي من بره، ما تخش ليش المطبخ عندي جوه بقى والاقي المطبخ والدنيا بقت فيها حشرات وفيران او الكلام ده كله، لا، تلاقي الميه تخرج، بص كده اهي، الميه تخرج ما تعديش، تخرج ما تعديش اهي، بص اهي، شايف؟ يعني ان الميه تعدي، ما فيش فار يعدي لي لجوه. دي اهم وظيفه ليه، اهم وظيفه، ان هو ما يدخليش حشرات وقوارض من الخارج من بره. لو انا مسافر بقى، مركبه بقى في مبنى، في فيلا او في عماره او على شقه، وانا مسافر، اسافر وانا مطمن، هاجي ما الاقيش ريحه وحشه في المكان، ليه؟ ما البوابه قافله. هاجي ما الاقيش قوارض وحشرات، طبعا ناس كتير جدا بتعاني من الكلام دوت، باجي ما الاقيش قوارض وحشرات عندي داخل الشقه بتاعتي او داخل المبنى بتاعتي. طيب هنا استفدت بيه هنا في المطعم هنا، ان انا ما يعمل ليش ريحه وحشه، برضه هيقفل معايا ريحه، هيقفل عليا ما تخشليش ترد لي ميه من الخارج لو الشارع الميه طفحت فيه، او ساعه المطر الميه بتعلى، يعني ساعه الامطار بيوقفوا الصرف الصحي، بيفصلوا الميه، فالصرف ساعات بيتكتم، ما يخشليش ميه جوه ساعه المطر. يبقى انا الشيك بلف، بص البوابه اهي قفلت، ما دخلتليش حاجه اهي، شايف البوابه استهاب اهي، البوابه اهي، البوابه قفلت عليا الميه، ما تدخليش ميه المطر من الصرف الصحي، يحمي لي البيت بتاعي او يحمي المطبخ بتاعي من جوه. طيب ايه تاني ممكن استفيد منه؟ طب ما في حد ممكن يجي يقول لك ما هو ممكن يتاثر من الميه السخنه، الربل، الجوانات ديت، الشغل الكسل، في ناس تقول لك لا بيتاثر من الميه السخنه، اقول لك لا، ده مصنع ان هو يستحمل 90 درجه مئويه، 90 درجه مئويه يعني خلاص الميه قربت تخش في حاله الغليان، خلاف ذلك هو مستحمل معاك حاجه 100,000 ألف، وخصوصا هو بضمان شركه محترمه جدا جدا اسمها المصريه الالمانيه ايجيك. طيب طريقه تركيبه بيركب فين؟ في اي مكان وخلاص ولا فين؟ لا، بيركب في بدايه الخط. انا عندي ده هنا جوه اهو المطبخ والدنيا بتاعتي كلها، الحمد لله شغالين جوه كله معانا زي ما انتم شايفين اهوت، بيركب في اول الباب من بره هنا،
طبعا في الرصيف مش عارفين نركب بره، فهنركبه داخل المبنى عندي وداخل المطبخ، وبعمل له غطا غرفه، ببني عليه غرفه عشان خاطر لو حبيت اعمل صيانه اسلك انضف، يبقى بفك الاربع مسامير دول وبعمل فيه صيانه، بقفل اللوك بتاعي اهو، ده كده اللوك اهو، ده كده قفل، سكرت البوابه، البوابه كده مش هتروح وتيجي معاك خالص، كده انت سكرته خالص، تفتحه يفتح معاك اللوك تماما تماما اهو. فبنعمل له غرفه وبنحطه معانا في الشغل. طبعا له عدله معانا، العدله بيبقى ماشي مع السهم بتاعه زي هنا كده. طيب انا هنا دلوقتي، طبعا احنا لفينا الدنيا كتير جدا عما لقيناه، وتحياتي كبيره جدا للرجاله المصريه اللي من ايجيك، الاستاذ مدحت رمضان والاستاذ عماد رشدي، الناس اللي هم اللي فعلا كوادر في الشركه ديت، لما بتعطل على حاجه بيقف معاك لحد ما تجيبها، وبيقف معاك بقلبه لحد ما تجيب الحاجه دي. طبعا احنا دورنا عليه كتير لحد ما لقيناه الحمد لله، لانه مش الناس مش عارفاه وما بيشتغلش كتير، فتلاقيه طلبه طويل شويه. انا عندي الخط ده هنا اهو، اشتغل معايا الخط هنا تماما وقفلنا الدنيا بتاعتنا والكلام ده كله. طيب ازاي هعمل مفصله في الخط